لعبها في ليفا احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. والكرة أهداف تحمل العديد من الأهداف والذكريات الجميلة في حقب مختلفة، سواء من عمر الرياضة الكويتية وحتى الخليجية، لن نكون بعيدين عن أحبتنا في دول مجلس التعاون الخليجي. مباريات لا زالت عالقة في الذهن في بطولات، سواء محلية أو بطولات خليجية أو بطولات أسيوية. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 16/12/1996 في بطولة كأس أمم آسيا في أبو ظبي، لعب الأخضر السعودي أمام منتخب الصين. ولما عاد يكون عندك لاعب موهبة ينقال له يوسف ثنيان، لاعب وفنان كما يطلق عليه، أمورك طيبة. وأيضا كان معاه سامي الجابر، كان من اللاعبين المميزين. يوسف ثنيان موهبة كروية جميلة جدا في الملاعب السعودية، عنده حتى بعد اعتزاله ما وجدنا لاعب مميز مثل يوسف ثنيان. احنا حكي اللاعب المراوغ الفنان مثل فتحي كميل عندنا في الكويت، فكان لاعب يوسف ثنيان لا قرابة أن يكون الأخضر السعودي فوزا كبيرا على الصين في كأس أمم آسيا. نشاهد أهداف الأخضر السعودي. هذه المباراة وبديله هو عبد الله سلمان، وفي ضربة ركنية لمنتخب الصين الآن، كرة عالية ومحاولة للمنتخب الصيني من ضربة ركنية، من ضربة ركنية يطير لها المدافع زانغ إنوها ويسجل. شوف، من ضربة ركنية ما كان في متابعة من دفاع المنتخب السعودي، وزانغ إنوها بالفعل يستغل خطأ دفاع المنتخب السعودي ويسجل الهدف الأول للمنتخب الصيني في المباراة. وللمنتخب الصيني لا زالت قائمة أيضا داخل منطقة جزاء المنتخب السعودي، كرة عالية للمنتخب الصيني أيضا في الجهة الأخرى مع ليو يوي، قطرة هدف ثاني للمنتخب الصيني في مباراة بالفعل، في مباراة غريبة جدا للمنتخب السعودي، في مباراة غريبة جدا جدا للمنتخب السعودي. المنتخب الصيني يسجل هدفين في أول 16 دقيقة للمباراة من خلال الشوط الثاني. هذا التماوي الآن يلعب في مكان محمد شليه وفهد المهلل، يحاول وهذه محاولة مع كرة جول جول جول، برافو 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 الثنيان في الدقيقة الأولى اللي لعب فيها بالفعل يوسف الثنيان، جول للمنتخب السعودي. هذا التماوي وترتد من دفاع حارس مرمى منتخب الصين في متابعة من يوسف الثنيان. حسين عبد الغني محلل،
يحاول ايضا في متابعه ايضا من دفاع المنتخب الصيني وفي محاوله جول جول الله الجابر الجابر هدف التعادل للمنتخب السعودي. هذه مباراة ولا في الأحلام الجابر والمنتخب السعودي يتعادل من كرة يتابعها أيضا من نفس الزاوية ويسجل منها سامي الجابر هدف التعادل للمنتخب السعودي. يوسف سنيان اللي بالفعل أعطى المنتخب السعودي شكل آخر وهذه كرة الجابر حطها جول جول حطها جول 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 لمهلل الهدف السعودي الثالث والهدف السعودي الثالث المرة هذه بقدم المهلل شوف المهلل أخذها وبشماله سجل منها هدف المنتخب السعودي الثالث. شوف الجابر يبدأها والمهلل يحطها ويسجل منها. خالد مسعد ايضا مره ثانيه في مكان سليم تماما الثنيان كره جول جول الثنيان هدف الامان خلاص هذا هدف الامان من الفيلسوف يوسف الثنيان هدف الامان بقدم الثنيان اللي تخلص وسجل هدفه الثاني في هذه المباراه وهدف المنتخب السعودي. حكم المباراه الدولي الماليزي محمد نزير عبد الله محاوله المنتخب الصيني كره عاليه وللامام في مكان جول جول للمنتخب الصيني عن طريق ايضا اللاعب اللي سجل هدف الاول زانغ إينوها هدف في الوقت بدل الضايع للمنتخب الصيني عن طريق زانغ إينوها. شوف في 10/12/1996 في بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة الكويت وكوريا الجنوبية نعود للتنافس المميز يعني حتى في كأس أمم آسيا فيما بعد عام 2000 فزنا على منتخب كوريا الجنوبية أيضا كما تعرفون بعد هذه البطولة. هذه البطولة واجهنا منتخب كوريا الجنوبية بفريقا متوهجا في 96. احنا الحين بعض الناس لما تسأل ناس يقول لك والله حرام منتخب الكويت في في عوام 96 97 98 ما وصل لكأس العالم. نعم كانت حقبة جميلة من اللاعبين المميزين. دائما لما تصير مباريات الكويت وكوريا الجنوبية ابشر بالخير، الكويت فايزة وبشار عبد الله وجاسم الهويدي. دعونا نشاهد الهدف. كوري المركز الثاني 3 مرات. فاول لمنتخبنا الوطني الشوط الثاني وتلعب الله جول يا هادي جول لمنتخبنا الوطني جاسم الهوادي وهذا حارس المرمى الكوري يا جاسم شوف شوف البطيء تبدا تتابعها يا جاسم متابعة حلوة الله اكبر حلوة يا جاسم حلوة الله اكبر جول
اول اهداف المنتخب. خالد داود تلعب هجمه مرتده حصلها عبد الله وبران، عبد الله وبران هاني لبشار، بشار 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 يا بشار. الشيخ احمد الفهد، الشيخ احمد الفهد والهدف الثاني يا بشار. الهدف الثاني كان متعطش للهدف بشار. شوف 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 عرض مشرف وهدفين حلوين لوادي وبشار. شوف شوف بين اثنين من الدفاع الكوري وحارس المرمى ويحط بشار في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني. شوف 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 الله الله يا حلوة من هدف، يا حلوة من هدف لبشار. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في أهداف حلقة اليوم بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله في أهداف جديدة. نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة. Wait! Wait!